Good morning KG1. النهاردة عندنا حرف جديد، بس لازم نعمل ريفيجن على الحرف القديم. كان حرف اللام، لام ايه؟ لام ليمون، لام لمبة، لام ليمون، لام لمبة. بعد حرف اللام بيجي حرف الميم. تعالوا نشوف كلمات حرف الميم. ميم ايه؟ ميم ماوز، ميم مركب، ميم معلمة، ميم مدرسة. اوكي اجين، ميم موز، ميم مركب، ميم معلمة، ميم مدرسة. اوكي اصحاب حرف الميم بقى ايه هما؟ ميم مركب، ميم ماوز، ميم مركب، ميم ماوز. How can I write حرف الميم؟ Small circle فوق اللاين and slanted line، small line على اللاين. برافو عليكم. Again small circle فوق اللاين and slanted line، small line again. برافو. تعالوا نشوف بقى هتتكتب ازاي لو رونج. نعمل small circle، تعالوا نكتبها تاني، small circle على line and slanted line small line. برافو. تعالوا again small circle على line، slanted line small line على line. برافو. تعالي نشوف بقى ممكن نكتبها غلط ازاي، وده كده طبعا wrong. big big circle and slanted line small line، كده دي wrong، ما ينفعش. احنا لازم small circle على line، slanted line، slanted line again، small line again. تعالوا دي اول كلمة في وسط الكلام، هي هي بالظبط زي اول كلام، بس هنزود لها small line في الاول. small line، small circle على line and slanted line small line again. again small line، small circle على line and slanted line small line again. برافو عليكم. تعالوا نشوف اخر الكلام، دي سهلة جدا، small circle على line and slanted line small line down. دي اخر الكلام، small circle على line، small slanted line small line على line and line down. برافو عليكم. يبقى احنا عندنا حرف الميم، ميم ايه؟ ميم مركب، ميم ماوز، ميم مركب، ميم ماوز. تعالوا بقى نعمل اكسرسايز مع بعض. تعالوا نوصل كل صورة بالحرف بتاعها. اول صورة عندنا صورة ايه؟ كتاب. هندور على حرف الكاف بتاع الكتاب ونعمل له ماتش. يلا برافو. صورة ايه بعديها؟ فراشة. ندور على حرف الفاء. يلا برافو عليكم. اجين صورة ايه دي؟ غزالة. ندور على حرف الغين. يلا نوصل الغزالة بالحرف بتاعها. بعديه حرف صورة مركب، ميم مركب. بعدي ايه؟ قطة، قاف قطة. ندور على حرف القاف. برافو عليكم. اجين اخر صورة عندنا صورة ايه؟ لمبة. يلا ندور على حرف اللام، اول واحد عندنا فوق. Thank you كيجون.